بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الريان ومستمعينا على موجة 97 FM في كل مكان من داخل وخارج قطر. يا هلا ومرحبا بكم، صباحكم الله بالخير في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح، مع بداية يوم جديد من أسبوع جديد ومثمر بالجد والاجتهاد والنشاط. واليوم بنقدم لكم باقة من المواضيع المنوعة لها اتجاهات مختلفة، منها العلمية والأكاديمية والخدمية والتوعوية، نتمنى من خلالها تعم الفائدة على الجميع. عندنا أيضا من بين مواضيعنا المختارة اليوم بنتعرف على تفاصيل مسابقة قطر العلمية من مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين، وفي إطار فقرتنا الأسبوعية الثابتة نتعرف على مركز الخدمات الإنسانية التابع لوزارة الداخلية، هذا بخلاف علوم الجو والبورصة، وأهم عناوين صحفنا الصادرة صباح اليوم وحوارنا مع ضيفاتنا من استوديو الصباح رباح. ولكن بدايتنا بتكون مع أخوي محمد الشهراني المتواجد في مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين، بيعرفنا على تفاصيل مسابقة قطر العلمية اللي تنظمها المدرسة. وتفضل يا محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير، بداية أسبوع جديد، عسى ربي يوفق الجميع إن شاء الله. مثل ما قالت أختي نور في الاستديو، إحنا متواجدين في مدرسة الأحنف بن قيس اليوم في المرحلة الأخيرة من مسابقة قطر العلمية الخاصة بمادتي الرياضيات والعلوم، اللي راح يحدثنا أكثر عنها إن شاء الله مدير المدرسة الأستاذ صندح بن ناصر النعيمي مدير المدرسة. يا هلا ومرحبا فيك وصبحك الله بالخير. يا مرحبتين، يا مرحبا فيكم قناة الريان في مدرسة الأحنف بن قيس، يا مرحبا. مرحبا باقي أستاذ صندح، في البداية ليت تحدثنا أكثر عن هذه المسابقة، كنا إحنا اليوم في المرحلة الأخيرة من هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة قطر العلمية هذه إحنا العام الثاني على التوالي نقيمها بالتعاون مع مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية البنات، كذلك مدرسة أم عبد الإعدادية للبنات، بحكم من أن المشاركة فيها بنين وبنات. فالسنة هذه أقمناها بناء على توجيهات سمو الأمير والاهتمام بالطلاب الموهوبين والمتميزين، وإحنا ندعم صراحة هذه الرؤية وتحقيق رؤية قطر 2030 فيما يخص الطلاب المتميزين وارتقاء بهم في أعلى مستوى التعليم. شيء جميل أستاذ صندح، مدام هذا الاهتمام أيضا مشاركة 36 مدرسة، هذا دليل على اهتمامهم أيضا. شنو اللي لقيتوا حجم المشاركة من الطلاب نفسهم؟ احنا مثل ما ذكرت لك، احنا العام الماضي كنا قمنا النسخة الأولى وهذه النسخة الثانية اللي قمناها، وبناء على النجاح اللي حققناه أمانة في النسخة الأولى من خلال العام الماضي، الإقبال السنة زاد عن عدد العام الماضي، بلغ عدد المدارس المشاركة تقريبا 36 مدرسة بنين وبنات بمشاركة 300 طالب وطالبة، تأهل المرحلة الثانية 160 طالب وطالبة، والآن المرحلة الثالثة والختامية تأهل منها 50 طالب، 30 طالبة و20 طالب. احنا أمانة من هذه المسابقة احنا يعني اللي لاحظناه خلال الفترة والنسخة السابقة وخلال النسخة هذه، أن هناك لله الحمد ارتقاء في المستوى الطلاب من جانب التعليم، هذا الشيء بمتابعة مع الطلاب وبتجاوب معهم الاستفسار عن فيما يخص هذه المسابقة، إحنا لله الحمد لقينا نجاح كبير، وهذا ندلدل على أن لله الحمد فعلا إحنا نشكر صراحة كل من كان ساهم في هذا الشيء ورفع المستوى الجانب العلمي. كذلك لا يعني صراحة أني فوتني أني أشكر شركة إكسون موبيل اللي رأت هذه المسابقة، وهذا ندلدل على أنهم مهتمين في الجانب التعليمي وهذا الشيء يشكرون عليه. شيء جميل جدا أستاذ صندح. لو بنتكلم عن المسابقة منذ البداية إلى الآن، شو المعايير اللي تم اعتمادها لتقييم الطلبة والطالبات المشاركات؟ طبعا هي المسابقة عبارة عن ثلاث جولات، الجانب الأول أو الجولة الأولى تعتمد على الامتحان التحريري ورقي، يعتمد على مهارات التفكير العليا ويدخل في عامل الوقت، كذلك الجولة الثانية وتعتبر أيضا امتحان ورقي أيضا، يعتمد أيضا على التوقيت وسرعة مهارات التفكير عند الطالب وسرعة البديهة عنده في حل الإجابة بأسرع وقت ممكن وفي أقل وقت ممكن. الجولة الثالثة والختامية اللي هي اليوم إن شاء الله راح تقام بعد قليل، واللي دخلنا فيها شيء إحنا جديد السنة هذه، دخلنا اختبار فيها الجانب العملي، ولما إحنا شفنا من أهمية يكون في تطوير لأبنائنا الطلاب فيما يخص. أنت الآن لما تقيم مسابقة يجب أن لا يكون وقوفك عند حد معين، يجب أن تطور في هذه المسابقة، وهذا الجديد الذي إحنا قمناه هذه السنة من أدخلنا جانب الاختبارات العملية في الجولة الختامية، واللي مثل ما ذكرت راح تبدأ الآن، واللي إن شاء الله يعني من خلال ردود الأفعال ومتابعتي مع الطلاب والمسؤولين أن في منافسة إن شاء الله راح تشهدها المسابقة وراح نعيش إن شاء الله اليوم معهم بإذن الله. حتى إحنا إن شاء الله راح نتم ونعيشها بإذن الله. أستاذ صندح، البطولات والمسابقات هذه أنتم ما شاء الله أنتم تقريبا ثلاث مدارس، ليش المدارس الثانية ما يتم التعاون معها؟ هي تنظم بعد نسخ ثانية في مواد ثانية أخرى غير الرياضيات والعلوم.
أمانة كل المدارس أمانة مجتهدة وكل المدارس تقيم أمانة الأنشطة، ولكن تدري كل إدارة لها رؤية وتوجه فيما يخص الأنشطة والمسابقات اللي تخدم العملية التعليمية لدى الطالب. فإحنا أمانة بما أن هذه المسابقة فيها نوع من مشاركة بين الطلاب والطالبات، يجب أن يكون الطالبات مثل ما أنت تدري أنهم أكبر عدد من ما شاء الله من الطلاب، يعني في تميزهم العلمي، وهذا ليس تقليل في أبنائنا الطلاب، ولكن أنك أنت تشارك معك مدرستين من البنات كنوع من التعاون معنا وفي سد الحاجة فيما يخص هذه المسابقة. لكن أمانة المدارس الثانية كلها متعاونة وكلها أعتقد لن يعني تتأخر في إذا طلب منها التعاون سواء معنا أو مع أي مدرسة أخرى، لأن في النهاية مثل ما قلت لك نخدم العملية التعليمية اللي هو الطالب اللي هو أساس محور العملية التعليمية. الله يعطيكم العافية وكل الشكر لك أستاذ صنتع. ولكن قبل أن نختم المسابقة هذه، شل الرابط بينه وبين تطوير التعليم لو نتكلم بشكل عام أستاذ صنتع؟ والله شوف، عادة الطلاب ما يكونون متعودين على روتين معين ابتداء من بداية اليوم حتى نهاية اليوم الدراسي. كونك أن أنت تكسر هذا الروتين عن طريق إقامة مسابقة فيها نوع من التشجيع والتحفيز للطالب، خصوصا أن هناك مكافآت تقدم، ومثل ما ذكرت يعني كرعاة للمسابقة هذه الأخوان شركة أكسوم رعوا هذه المسابقة وكان وفي جوائز صراحة قيمة جدا راح تقدم للطلاب. أنت إذا تكسر هذا الروتين لدى الطالب من خلال مشاركة الخارجية واحتكاك مع الطلاب آخرين في مدارس أخرى، أعتقد يكون في نوع من المنافسة ومن تشويق أنه الطالب يحقق نتيجة إيجابية وبالتالي يرفع فيها مدرسته اسم مدرسته. فهذا الشيء احنا اللي لمسناه صراحة من خلال المسابقات اللي قمناها ومن خلال مسابقات أخرى ولله الحمد احنا نقيمها أيضا على مدار العام الدراسي. فاحنا المسابقة هذه يعني حتى بعد ما قمناها العام الماضي وقمناها هذه السنة ما نقمناها وأصرينا عليها وحتى طورنا فيها إلا احنا شفنا مردود إيجابي وفي ارتفاع في الجانب الأكاديمي أمانة والجانب العلمي لدى الطلاب والطالبات، وهذا الشيء اللي خلانا نصر ان احنا نقيمها وراح ان شاء الله نقيمها خلال السنوات القادمة ان شاء الله بإذن الله. كل شكر لك أستاذ صندح نعيمي، بيض الله وجهكم والله يوفقكم بإذن الله. الله يجزيكم خير ومشكورين على حضوركم. وياك إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين لازلنا متواجدين معكم، ولكن مع لقاء مع أحد الطلاب المشاركين بهذه المسابقة الطالب ناصر المسافر. يا مرحبا ومسهلا فيك وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والله يرحبك إن شاء الله. أخوي ناصر، أول شيء الله يعطيك العافية، ولكن حدثنا عن مشاركتك، تقول لي شاركت من البداية، شلون لقيت في التحدي، هالأمور صعبة سهلة؟ أنا يوم جواني الأساتذة وقالوا لي إنك مشارك معنا في مسابقة قطر العلمية، فأنا يعني فرحت من داخلي إن لأول مرة أشارك فيها واجتهدت ويعني راجعت اللي خذيته في المواد والحمد لله الله وفقني ووصلت للمرحلة النهائية. كفو كفو الله يعطيك العافية. أخوي ناصر، لقيت صعوبة ولا الأمور سهلات؟ يعني بحكم أنك أنت تقول إذا الحين أنك راجعت وأنك درست كل شيء، هل الموضوع صار صعب ولا عقب صار أمورك سهلة؟ يعني الصراحة في أشياء كانت صعبة وفي أشياء كانت سهلة، وإن شاء الله التوفيق من الله. وياك إن شاء الله. زين، بتشارك المسابقات السنوات الجاية ولا خلاص أنت بتكتفي اليوم وخلاص؟ لا إن شاء الله، إذا الله كتب لي بشارك في المسابقات الجاية وإن شاء الله أحقق من المراكز الأولى بإذن الله. الله يوفقك. عاد واثق اليوم تأخذ المركز الأول ولا لا؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقك إن شاء الله. ماشي. مع السلامة. طبعا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية هذا اللقاء، كنا مع الأستاذ صندع النعيمي، حدثنا أكثر عن هذه المسابقة ومدى التحدي وتواجد 36 مدرسة مشاركة في هذه المسابقة. أيضا أخوي الطالب ناصر المسافري مستعد إن شاء الله للمسابقات الجاية. هذا كل اللي عنده مسة الأحنف بن قيس، والله يعطيكم العافية. يعطيك العافية أخوي محمد الشهراني وكل الشكر حق ضيوفك وبالتوفيق حق طلابنا وطالباتنا. وهاي فقراتنا الصباحية اليومية مشاهدينا ومستمعينا، ووصلنا وياكم لقراءة لبعض عناوين صحفنا الصادرة صباح اليوم. مشاهدينا ومستمعينا، عندنا الجريدة الأولى هي الشرق، في محليات الشرق الخبر الأول، 3,600,000 ساعة عمل بدون إصابات، والمهندس خالد القحطاني يقول 90% نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى بنفق مسامير والانتهاء منها 2017 بإذن الله. عندنا الخبر الثاني من محليات الشرق أيضا، انتقال 29 مدرسة وروضة لمباني جديدة العام المقبل، وردة العقيل للشرق إعادة فتح باب التسجيل للطلبة بالمستقلة في سبتمبر المقبل وحتى يناير 2017. عندنا الخبر الثالث من الشرق،
ثمان مناطق تجهز بالخدمات الرئيسية للمواطنين، وهاي بشارة خير حق هالقطر. 550 قسيمة أرض جاهزة للتوزيع قريبا، تشمل الخريطيات ونعيم والخيسة والناصرية والوكرة، وأشغال تواصل أعمال البنية التحتية لأراضي المواطنين في المناطق الجديدة. عندنا الجريدة الثانية هي الراية، والخبر الأول في الراية في محليات الراية بالتحديد من 23 جنسية بينها 100 قطري. الجسر الأكاديمي يحتفل بتخريج 132 طالبا وطالبة، 90 من الخريجين سيلتحقون بالجامعات و77 نسبة الطالبات. وبهالمناسبة معنا بنستضيف استديو الصباح رباح اليوم بعض الخريجات من الجسر الأكاديمي. عندنا في الخبر الثاني من محليات الراية، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي الاجتماعي للهلال الأحمر يمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر المنتجة مساعدات مالية وغذائية شهرياً لصالح 28 أسرة بكلفة 732 ألف ريال. عندنا الخبر الثالث في محليات الراية أيضاً، تلقت 500 طلب خلال اليوم المفتوح الهاجري للراية. شركة الكهرباء تطرح 60 وظيفة للمواطنين وخطة تدريبية لتأهيل المقبلين وفرص ابتعاث للدراسات بالشمال الأطلنطي. عندنا الجريدة الثالثة هي الوسيل، والخبر الأول في الوسيل، تعزيزا لحماية البنوك شركة لرصد النظام الإلكتروني للجهاز المصرفي. عندنا الخبر الثاني في الوسيل، إلزام الشركات بربط أنظمتها المالية به المركزي، يناقش آلية الحد من الحوادث والتأمين ضد الغير في 22 الحالي. عندنا الخبر الثالث من الوسيل، يستثمر بقطاعات زراعية وغذائية في 15 دولة. جهاز قطر مهتم بالاستثمار بقطاع الزراعة في أذربيجان. عندنا الجريدة الرابعة هي الوطن، والخبر الأول في الوطن، في مذكرة طبعا حضر توقيع عليها وزير العدل لتشغيل خدمات صك، ربط وزارة العدل بالمحاكم إلكترونيا. عندنا الخبر الثاني من الوطن، بمشاركة 60 متناظرا يمثلون 16 مدرسة، مناظرات قطر تنظم بطولة المدارس الثانوية. عندنا في متابعات الوطن الخبر الثالث من الوطن، في التقرير السنوي للتعليم والتعليم العالي 83% من أولياء الأمور راضون عن جودة التعليم. وفهد النعمة يقول، ندعو كافة التربويين والإعلاميين للإطلاع والاستفادة من التقرير. عندنا الجريدة الأخيرة هي العرب، والخبر الأول في العرب، منتدى فرص الاستثمار الرياضي 22 مايو. عندنا في متابعات العرب، 2150 ريال متوسط سعر القدم المربع في المنصورة وبندرهم، القطاع العقاري يحافظ على جاذبيته والفضل للتدفق السيولة. والخبر الأخير من العرب من جرايدنا الخمس، رياضي عوض القحطاني فاز بالمركز الأول في المباراة الثانية، فرساننا يواصلون التألق في الصداقة القطرية الألمانية لقفز الحواجز، والف مبروك. هذه علوم جرايدنا لليوم مشاهدينا ومستمعينا، ومن باقة من أخبارنا اليوم وقعكم من غرفة قطر والمركزي الدولي للأمن الرياضي اتفاقية شراكة بينهم تحت شعار مبادرة التجارة والرياضة، والتفاصيل في هذا التقرير الجاي. تعزيزاً للتعاون والتنسيق والمشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة إنفاذاً لرؤية دولة قطر 2030، تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة قطر والمركز الدولي للأمن الرياضي تأكيداً للشراكة بين مجتمع الأعمال والقطاع الرياضي في المشاركة بشكل عام وبشكل أيضاً مباشر في التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. ونتطلع صراحة أن يكون هناك مشاركة فاعلة ومشاركة نموذجية تعكس تطلع ورؤية دولة قطر
في 2030. المبادرة تعكس تكامل دور المؤسسات الرياضية والاستثمارية لخلق مجتمع صحي وازدهار اقتصادي لإبراز دور قطر الحضاري إقليمياً ودولياً. مشاهدينا والمزيد والمزيد من المواضيع والفقرات والصباح رباح، ولكن بعد الفاصل خلكم معنا. مشاهدينا وسمعينا من علوم البورصة، خلونا نبقى في الأجواء الاقتصادية، ولكن هالمرة مع جمار قطر اللي تواصل خطواتها في طريق النجاح بعد احتلالها في شهر 8 من 2015 السنة اللي طافت على المركز الأول خليجيا في مؤشر النزاهة. طبعا في هذا التقرير الجاي بنتعرف على المزيد من الجمارك. جميع الأجهزة الموجودة في مطار حمد الدولي أجهزة حديثة متطورة جدا، وتم تزويدنا فيها وتم تدريب الموظفين الجمركيين على الأجهزة جميعا. طبعا الأشياء هذه تضيف للعمل الجمركي إضافات جيدة وتسهيل إجراءات الدخول للبلاد. فيما يخص قسم التحكم والسيطرة، هذا القسم انشأ في مطار حمد الدولي، ما كان موجود في مطار الدوحة، وما يتيح للموظف الجمارك بالتدقيق على الحقائب الواردة للبلد عن طريق غرفة التحكم والسيطرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في صالة الركاب عن طريق الباركود إذا كان في إجراء على الحقائب. تم تزويد مطار حمد الدولي بأجهزة حديثة متطورة لكشف المهربين وأدوات التهريب اللي تصير. الأجهزة هذه تم تدريب الموظفين عليها من قبل الهيئة العامة للجمارك في قسم التدريب الجمركي، حيث أنها أجهزة تتم اكتشاف جميع أنواع المخدرات والمواد الممنوعة لدخولها البلاد. طبعاً فيه آلية للمسافرين اللي يكونون مثلاً يحملون بضائع معاهم ولازم يعمل بيان جمركي. الحين تم استحداث نظام النديم في جمارك مطار حمد الدولي، وهي البرنامج النافذ الواحد اللي هو السنجل ويندو، يعني ممكن المسافر يجي ويعمل بضاعته ويخلص البضائع ويتم الافراج عنها ويستلم بضاعته وطالع.
كانت بضائع الواردة لمطار الدوحة تقريبا تعد من 170 طن يوميا. فمع مطار حمد الدولي والأجهزة الحديثة المضافة إليه وصلت البضائع الواردة تقريبا إلى 200 طن يوميا. وبالنسبة للبضائع الصادرة عن البلد كانت بمعدل 40 طن يوميا في مطار الدوحة الدولي. فمع انتقالنا لمطار حمد الدولي وصلنا تقريبا إلى 50 طن يوميا. وهذا كله تأييد بالنفع للبلد والاقتصاد نمو اقتصاد البلد أكثر وأكثر. مشاهدينا ومستمعينا، من التفوق في المجال الجمركي إلى التفوق في المجال الدراسي والأكاديمي، حيث احتفل أعضاء هيئة التدريس في وموظفي برنامج الجسر الأكاديمي ومئات من الآباء بتخريج الدفعة 15 من طلبة برنامج الجسر الأكاديمي عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. أقيمت مراسم حفل التخريج في المسرح الرئيسي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات في المدينة التعليمية. واليوم بهالمناسبة يشرفنا في استديو الصباح رباح استضافة ثلاث خريجات من الجسر الأكاديمي ونتعرف عليهم. عندنا أختي سبيتشة، من على اليمين أختي سبيتشة المحاسنة، وعلى اليسار عندي على الطرف أختي مريم البعينين، وحداي مريم الدوسرية. هلا ومرحبا بكم، وألف مبروك، ألف ألف مبروك على تخريجكم. الله يبارك. بداية خلنا نبتدي حوارنا من على اليمين مع أختي سبيتشة. في البداية قبل ما نتكلم عن التخريج وأجواء التخريج طبعا الأجواء الحلوة اللي كنت فيها، خلنا نتكلم ليش اخترتي الدراسة في الجسر الأكاديمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء ليش اخترت الدراسة في الجسر الأكاديمي؟ لأن أنا متخرجة من مدرسة مستقلة، ف 12 سنة نفس السيستم نفس النظام كل شيء، وفجأة من المدرسة نظام مختلف، نظام كل شيء نفس الشيء، وأحب أنتقل إلى مرحلة جديدة اللي هي مرحلة الجامعة، فكل شيء كان بيكون يعني مختلف عن المدرسة. فكنت حابة شيء مهدني إلى جو الجامعة، فكان أنسب خيار لي اللي هو برنامج الجسر الأكاديمي، كونه حلقة تواصل يمهد الطالب إلى دخوله للجامعة، إلى جامعات المدينة التعليمية بشكل عام أو بشكل خاص أسفة أو بشكل عام الجامعات الأجنبية أو غيرها. يعني تتحبين التنوع والاختلاف في التدريس، وشيء يمهد لسنا ما قلتي حق الجامعة. لكن أختي منيرة، لو تكلمينا عن تجربتك في دراستك في الجسر الأكاديمي. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت تجربة حلوة مختلفة من نوعها، يعني مثل ما قالت ما كنا متعودين على الشغل، ويعني كان صدق زادوا علينا الشغل كورونا، فكان شيء حلو صح؟ إيه شيء حلو، يعني تجربة حلوة أن أنت تحسين أن أنت قاعدة تدرسين، أن شيء قاعد يصير نظري وعملي في نفس الوقت، غير عن المدرسة اللي تعودنا عليها، غير عن المدرسة وواجباتهم بعد، غير الأسايمنت، غير عنهم. فحسيت أن تجربة حلوة، وتختلطين بناس من مختلف الدول، مش من دولة معينة. في مدرستي كان أغلبيتهم مقطريات، بس هناك تشوفين دول، يعني ناس من دول ثانيه. نقول نفس ما قرينا في الخبر من شوي في الجرائد، 100 جنسيه يعني مختلفه. فشلون اذا بننتقل حق اختي مريم، شلون كان اجواء التعايش مع الجنسيات المختلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مشكورين استضافتي قناه الريان، واجبنا فيديكم فبرنامج صباح رباح. اختلاط بين الجنسيات الاخرى ما كان شيء غريب علي، جاي من مدارس خاصة مختلطة مع أجانب، مع ناس من بلدان أخرى، فاختلاطي معهم في الجسر بالعكس يعني علمني أشياء ثانية، أخذت من خبرات غيري من ناس جايين من برا يدرسون في الجسر، فتعلمت منهم، تعلموا مني، تعلمت منهم أن تبادل الخبرات. أيوة. هي اهم شيء. زين، يعني هذا الشيء مو بغريب عليك، لكن اذا بتكلم بالنسبه حق اختي سبيتشة واختي منيره، يعني انتم جايين من مستقله، زين تعايشتوا مع، صحيح في المستقله في جنسيات مختلفه لكن جنسيات عربيه صح ولا لا؟ صحيح. لكن لما رحنا الجسر، رحتوا الجسر الاكاديمي، زين كيف كانت الاجواء؟ شلون كان يعني ترابطكم الشغل مع بعض؟ شلون اتجهتوا له وشلون تعايشتوا الاجواء الدراسيه مع بعض؟ كان الجسر احيانا يتطلب ان احنا نشتغل العمل الجماعي، فكان وخاصة ان احنا داشين الجسر ندري ان كل شيء راح يكون بالانجليزي. طبعا واجهنا
الكثير من الصعوبات كون ان انا متخرجه من مدارس مستقله وكان كل شيء بالعربي. فمع المدرسين مع الطالبات يعني تشجعنا وكل واحد يحط اللي عنده علشان نبني شيء يكون متكامل. وايد حلو. زين اختي منيره خلينا نروح حق اجواء التخريج. زين وبعدها التعب وهالجهد والاجتهاد والتعليم والمثابره في يعني في شيء جديد انتم دخلتوه. زين كيف كانت النهايه نقطه النهايه في الجسر الاكاديمي؟ كانت حلوه. شوفي هو شيء حلو وشيء محزن في نفس الوقت ان انت بتفرقين الناس اللي تعلمتي معاهم اشياء حلوه، تعلمتي منهم اشياء جديده، والمدرسين والمدرسات اللي يعني تعرفين استقبلونا بصدر رحب وساعدونا ومشوا معانا خطوه بخطوه، تعرفين ان شيء اتصاد يعني ان انت تفرقينهم. بس في نفس الوقت حلو لان انت خلاص هذه مرحله من الحياه وعديتيها وبتبدين مرحله جديده. وايد حلو. واختي مريم شعور التخريج والله مع هاي الكم الهائل يعني من الطلبه والطالبات كيف كانت الاجواء؟ كان شعور جدا جدا يعني مفرح سعيد. كان مثل شيء وانجزنا واخيرا، لان تخرجنا من الثانويه ما كان تخرج لان ما كان عندنا قبول من الجامعه، لكن بعد الجسر بعد الكميه من الشغل اللي واجهناها وشلون نتعود على البيئه اللي هناك، بيئه جديده ناس ما نعرفها، فكان تخرج كانه انجاز شيء جديد. ايوه انزين. ومن هالاجواء واجواء التخريج بنرجع لك اختي سويتشا بياخذ بعد شعور الصراحه، لكن خلونا نروح ما دمنا نتكلم عن افاق المستقبل والدراسه والنجاح، خلونا نروح نشوف نموذج من نماذج المراه القطريه اللي نجحت في المجال العلمي تماما كما نجحت في المجال الاكاديمي. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. شابة قطرية طموحة على عاتقي مسؤولية أن أنا أكون عضو فعال في هاي المجتمع عشان نوصل لرؤية قطر 2030. السبب اللي خلاني أختار مهنة الطب حبي لمادة الأحياء، كنت وايد أحب مادة الأحياء تشدني، فكنت حابة أعرف أكثر عنها. الشيء الثاني أنه ما كنت أقدر أستحمل إنه يكون في مجال إني أخدم فيه الآخرين وأوقف عنده، يعني ما كنت أبي أحد يحتاجني من الناحية الطبية وأقول لا ما أقدر. جائزة التميز العلمي جائزة أتشرف فيها وأفتخر فيها لأن قدمها لي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كانت مشاعري صراحة يعني مختلطة، منها مشاعر بالفخر وبالمسؤولية وبالخوف، لأنه وأنا أخذ الجائزة أحس أروح يعني عندي عاتق وعندي مسؤولية أني أقدم أكثر، أن هذه البداية، أن أوكي نعطيك إحنا جائزة تميز بس على عاتقك مسؤولية أن أنت تعطين أكثر لهالوطن وتطورين في هاي الوطن. سنين تقريباً ما دخلت الجامعة من أيام التخرج، والحين وأنا داخل الجامعة أحس صور كثيرة رجعت، يعني بالممرات أشوف أصدقائي، لحظات لما كنا ندرس، لحظات الامتحان، لحظات التوتر، لحظات لما ناخذ النتائج، لما كنا نتجهز للتخرج، مشاعر وايد يعني ما أقدر أعبر عنها، بس كلها تتلخص على التعب اللي مرينا فيه كل هالسنين خلال 6 سنوات. بس فخورة جداً بنفسي وبكل اللي معاي إن الحمد لله وصلنا للي نبيه وتخرجنا بالجامعة. خلال فترة التدريب في مستشفى حمد العام تنقلت في أقسام كثيرة، بس القسم اللي أخذ انتباهه وشغفي أكثر شيء هو قسم أمراض النساء والولادة. صراحة
صراحة إن اليوم يمر علينا صعب، لأن إحنا هني ندير بالنا على مرضى وعندنا مسؤولية نحن نعتني بالمرضى على الحد اللي هم يستحقونه واللي إحنا نقدر نخدمه. حبيت أطمن عليك، شلونك اليوم؟ إن شاء الله أحسن؟ لا الحمد لله وايد أحسن. الحمد لله. خف عليك الألم؟ أخذت المسكن الحمد لله، نمت زين. الشيء اللي جد يخفف علينا يومنا لما نخلص بالتعامل مع مريض ويعطينا دعوة طيبة يقول الله يعطيك العافية، ولا جزاك الله خير على اللي سويتي. وأحلى دعوة بالنسبة لي لما المريض يدعي لوالديني، رحم الله والديك ما قصروا في تربيتك. هاي شيء أحس أني رديت شيء بسيط لأهلي من خلال دعوة مريض. مشاهدينا، من هذا التقرير لأحد خواتنا خريجات كتر فانديشن انقلت الأجواء لنا الصراحة، وأسمع خواتي يقولون ما شاء الله ما شاء الله. يعني تتمنون بعد توصلون حق هالنقطة اللي هي وصلتها، صح ولا لا؟ أكيد. إنزين، لكن إذا بنرجع حق حوارنا من تخرجها وحماسها اللي شفتوه، خلنا نرجع حق تخرجكم من الجسر الأكاديمي. أختي سبيتة، قولي لنا أجواء التخريج وشعورك أثناء التخريج. بشكل عام التخرج ما أقدر أوصفها الحين بكم من كلمة. التخرج هو عبارة عن شيء أنت سويتيه وراح تاخذين على قد التعب اللي أنت تعبتيه، فهذا شعور ما ينوصف بأي كلمة. بس الشيء الحلو إنه دائما الشخص دائما يكون يعمل شغله على أكمل وجه، ودائما يكون فخور بنفسه وواثق من نفسه مهما كان شغله. صحيح، الثقة جدا مهمة. أختي مريم، إذا جينا نتكلم عن الجسر الأكاديمي، إذا نبي نعرف الطلاب اللي هم الحين على المراحل النهائية، إذا اللي يبون يلتحقون في الجسر الأكاديمي، نبي نتعرف شو اللي يميز الجسر الأكاديمي عن الباقي؟ الجسر الأكاديمي هو مثل اسمه جسر، هو يجمع بين وايد مواد مثل علوم، إنجليزي، رياضيات، كمبيوتر، وبعد يعطي الطالب إنه فرصة إنه يجرب مواد في جامعات من جامعات مؤسسة قطر. حلو. إيه، فهو كأنه يأهل الطالب إنه يكون مستعد إنه يواجه مثل كلاسات اللي في الجامعة بسهولة، ما يحصل أي صعوبة. فالجسر كأنه ينمي حلقة الطالب، توصل بين المدارس والجامعة في نفس الوقت. صح. هو يدمج بين المدرسة والجامعة. زي إذا بنتكلم عن الدراسات اللي موجودة، هي قالت يعني في أشياء خاصة يعني في الجامعات في مؤسسة قطر، شو الأشياء اللي خدتوها خاصة بالجامعات؟ أنا يعني إذا جيت أتكلم عن نفسي، خذيت كلاسين، واحد في جامعة جورجتاون، وخذيت واحد في جامعة نورث وسترن اللي هو التعريف على الإعلام. بس شوفي، ما كنت، هو فتح لي باب جديد، ما كنت مفكرة إني أقدم إعلام كلش. بس لما دخلت الكلاس تعرفين تعرفت على يعني المادة، وعرفوني على الجامعة وإنه شلون إنه بيكون الكورس وهالشكل. فتعرفين اللي حسيت لا، في ميول صوب الإعلام. فبعدين قدمت، يعني هو يعطي فرصة للطالب يتعرف على الجامعات، مش بس إنه ياخذ كلاس وياخذ عليه كريدت وخلاص. نعم، تعرفوا على الجامعات، على التخصصات قبل ما تاخذون أي قرار. شو أنتي ما كنت تعرفين إن ميولك إعلامي، لكن أنتي يوم دشيتي خدتي هالكلاس عرفتي إنه في ميول إعلامي. زين، أختي سبيتة، إذا بنتكلم في صعوبات في المناهج في الجسر الأكاديمي، خصوصاً أن قالوا خواتي أن في بعض المواد، خلينا نقول، ولا الكلاسات في من الجامعات. طبعاً هاي كلها يعتمد على إدارة الوقت، بس طبعاً كان أنها كانت مرحلة متنقلة في حياتي، فأكيد واجهت الكثير من الصعوبات. أولها أن أنا دارسة في مدارس مستقلة، كل الأشياء كانت تندرس بالعربي ما عدا المصطلحات العلمية واللغة الإنجليزية طبعاً. ففي الجسر كانوا يعطونا شوي شوي، يبتدون معنا من الخفيف لين ما تاخذين على الوضع وتتعودين، مع مساعدة المدرسين والطلاب حولك والجو بيساعدك على كل شيء. زين، كلمة أخيرة تقدمينها حق الطلاب اللي ودهم يلتحقون بالجسر الأكاديمي.
الجسر الأكاديمي هو برنامج الجسر الأكاديمي يتيح للطلبة أن يهيئ له جو الجامعة، فأنصح كل الطلاب والطالبات اللي يبون أن يلتحقون في الجسر الأكاديمي أن روحن الجسر الأكاديمي. وأختي ميرا، إذا حبت تشجعينهم أكثر ولا حبت تقدمين كلمة معينة لشخص معين ولا أهلك ولا أي حد، تفضلي. هو نصيحة بس للطلاب اللي يدخلون الجسر، لازم 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 يضمون وقتهم ولا صدق بيتوهقون ويسوون شغلهم أول بأول. حلو. وأختي مريم البعيني، أقول حق الكل إن لأن معروف إن الجسر إنه مش حق ناس اللي شاطرين في التعلم يعني، بس ترى الجسر هو يخلي طالب يتميز بقدرات غير عن باقي الطلبة، يعني أهله من كل جانب. فأنا أقول إن التحقوا بهالبرنامج لأنه ينمي قدراتكم، يعلمكم على الاختلاط، يعلمكم على جو الجامعة شلون بيكون بدون لا أنتم تدخلون تتصدمون يعني. صراحة كلمات محفزة منكم، يعطيكم العافية خواتي سبيتش المحاسنة ومنيرة الدوسري ومريم البعينين، والف مبروك مرة ثانية، أتمنى لكم التقدم والنجاح، وإن شاء الله نستضيفكم لما تتخرجون من الجامعة إن شاء الله. مشاهدينا ومستمعينا، فقراتنا مستمرة في الصباح رباح، ولكن نروح فاصل قصير ونرجع لكم مع مواضيع جديدة، لا تروحون بعيد. مشاهدينا، من بعد علوم الجو نروح نتعرف على تفاصيل افتتاح مركز الخدمات الإنسانية التابع لوزارة الداخلية، وينضم لنا من هناك من المركز بالتحديد دكتور صالح علي المرية. هلا ومرحبا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. بداية دكتور، لو تعرفنا على خدمات المركز وش اللي يميزه. وبداية بسم الله الرحمن الرحيم، يهدف هذا المكتب الخدمات الإنسانية إلى تسهيل إجراءات المتابعة من خلال تقليل الوقت والجهود لأسر ذوي المتوفي ونقل الجثمان إلى الخارج، من دولة قطر إلى الخارج. طبعا هذا يحتاج إلى جهود الوزارات وكذلك مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضا، بالتحديد إذا ما نظرنا إلى الطيران القطري، وهناك وزارات ومؤسسات كان لها دور كبير في إنجاح هذا المكتب والقيام بمهام هذا المكتب بالصورة اللي نرضاها لأنفسنا ونرضاها لدولتنا الحبيبة قطر.
أكيد. دكتور، إذا بتكلمنا عن الهدف من وراء إنشاء مركز الخدمات الإنسانية، وشن هي طبعاً أهم قلنا المميزات طبعاً تكلمت عنها، لكن أهم الصلة بالخدمات الإنسانية بسه. هو طبعاً دائماً دولة قطر سباقة في تقديم الخدمات وتوفير الجهود والوقت، فبالتالي كان الإجراءات النقل تأخذ وقت طويل، قد يصل إلى أكثر من أسبوع، قد يصل إلى أكثر من أسبوعين من خلال التنقل بين وزارات ومؤسسات. إذا ذكرنا الأعداد فقد يصل إلى 8 جهات. طبعا هذا يتطلب جهد كبير وتنقل بالسيارات من وإلى الأماكن المعنية لنقل الجثامين، وهذا طبعا له أثر، كان له أثر نوعا ما نفسي على أهل أو أيضا رفقاء هذا المتوفى. طبعا الوزارات وبتوجيهات من معالي رئيس الوزراء تضافرت الجهود وبدأ العمل من أسابيع لإجراء هذه المهام إلى تقريبا من 2 إلى 6 ساعات، فبالتالي يكون الجثمان المتوفي في المطار لنقله إلى البلد الأم. فمن أكثر من أسبوع أسبوعين إلى فقط ساعات ويكون هذا الإجراء قد انتهى بالفعل. هذا له دور طبعا إنساني بالدرجة الأولى، وأيضا الدولة تطمح أن تكون جميع إجراءاتها من خلال الربط الإلكتروني، وكما نحن الآن موجودين في هذا المكتب، مكتب الخدمات الإنسانية، جميع وزارات ومؤسسات الدولة تحت سقف واحد، فبالتالي جميع الإجراءات قد يتم إنهائها في أقل من 1 إلى 2 ساعات. قطر ولله الحمد والمنة تعتبر لم تكن الأولى عالميا، فهي الأولى في المنطقة من خلال توفير هذه الخدمة المميزة والإنسانية بالدرجة الأولى. أزين دكتور صالح، المرافق طبعا الموجودة في المركز شن هي ومواعيد العمل؟ هو المرافق هناك وزارة الصحة وكذلك وزارة الداخلية، مؤسسة حمد الطبية، أيضا نقطة الاتصال بين المكتب ووزارة الخارجية، أيضا إذا ذكرنا وزارة الداخلية فهي بقطاعاتها المهمة في نقل الجثامين، فهناك أكثر من جهة رسمية داخل أو إدارة داخل وزارة الداخلية متواجدة في هذا المقر، بالإضافة إلى الطيران القطري وكذلك عملية التواصل بمطار حمد الدولي وأيضا وزارة العدل. نعم. سألتي عن مواعيد العمل الرسمي. نعم، هو من 7 إلى 9 مساء. حرصنا أن يكون نظام العمل على شفتين، لعلمنا أن عادة الفترات الصباحية يكون الإنسان مشغول، فبالتالي ما بعد الدوام الرسمي إلى 9 مساء. أيضا حرصنا أن العمل لا يكون فقط في أيام الأسبوع، بل يتعدى ذلك إلى طول أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة وكذلك أيام السبت. والله يعطيكم العافية وجزاك الله خير دكتور صالح المري على هذا المركز وعلى حديثك معنا عن هذا المركز، والصراحة أشوف مراعاة الجمهور عندكم هي بالدرجة الأولى، ويعطيك ألف عافية أخوي. الله يسوى. إحنا أيضا بدورنا نشكركم على إبراز مشاريع دولة قطر بالصورة اللي تليق ومقام الخدمات الموجودة على مستوى الدولة. واجبنا أخوي. مشاهدينا ومستمعينا، من هذا المركز الإنساني اللي سمعنا عنه الكثير من الدكتور صالح علي المري، خلونا نتكلم عن التحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهي تحضيرات تختلف طبعا عن طبيعتها من شخص لشخص، وفي كل عام تختلف غير عن العام، يعني اللي هالسنة غير عن السنة اللي راحت، وبعض العوامل
بعد ايضا تختلف من اختلاف السن، يعني ممكن الوحده تكون العام مش متزوجه واليوم الزوجه في بيت ريلها، فهذا الاختلاف وهذه يعني من بين سنه لين سنه، من صغير لين كبير في الشهر الفضيل مع صوم الصغار مع السنه الجايه، ونفس ما عودناكم فقره الصايم الصغير في رمضان في برنامجنا عصريه، لكن نبي نتكلم قبل هذا كله عن الصوم بالنسبه حق اليهال، شلون انا استعد نفسيا حق رمضان انا كأم واخلي عيالي يستعدون واسوي جو حلو حق رمضان في البيت. معنا في استديو الصباح رباح الاستاذه اميره الاسحاق رئيس وحده الخدمه النفسيه في مؤسسه حمد الطبيه. اهلا ومرحبا بك اليوم معنا. الواحد بيتكلم عن رمضان يضيع يعني من كثر حماسه حق الشهر الفضيل انه جاي يضيع. والله حلو انه يكون عندنا الحماس هذا والشوق، اهم شيء واللهفه. هذا معناته ان احنا ارواحنا تستشعر لذه شهر رمضان الفضيل. صحيح. فبدايه ان اولا اهني كل جماهيرنا وكل مستمعينا على شهر رمضان الفضيل وقدومه، واتمنى ان الكل يستعد استعداد نفسي استعداد معنوي لهاي الشهر الفضيل. انزل. بس الاستعداد النفسي له دور كبير. صحيح. زين ولو روحانية مختلفة، خصوصا هو شهر واحد شهر عبادة لله سبحانه وتعالى، معنا طول الأيام احنا طبعا عبادة وصلاة وصوم يعني، لكن في هذا الشهر طبعا يضاعف الأجر عند رب العالمين. صحيح. زين فكيف يكون الاستعداد النفسي والتأهيل النفسي بالنسبة حقي أنا، يعني أنا كسنة جديدة، وبالنسبة حق عيالي اللي صاموا واللي بيصومون إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للأمهات اللي أبنائهم الآن صغار وعلى يعني مثل ما نقول سن مناسب للصيام، عليها أولا أن هي تعرف أن هي أم معلم مربي لجيل ينشأ لهذا المجتمع. نعم. فبالتالي عليها أولا هي أساسا كيف استعدادها لرمضان، كيف استقبالها لهذا الشهر الفضيل. طبعا الاستعدادات لازم تكون قبل الشهر، مثل شعبان ورجب هم مثل ما نقول الأسس اللي تبنى فيها الأهداف اللي راح أحققها في شهر رمضان. مثلا على الأم أنها تضع جدول الأبناء بحسب أعمارهم، شو الأهداف اللي هي حطتها التربوية في هذا الشهر الفضيل. نعم. أنها تعلم ابنهم، هل هو حفظ قرآن، هل هو بعض الأخلاقيات والسلوكيات الدينية اللي من والاجتماعية، يعني غرز بعض المفاهيم عند الأبناء بخصوص الأسرة وصلة الرحم. كل هذه تحتاج أن هي كأم وكأب، يعني بعد ما ننسى دور الأب. صحيح. فيها أنهم يرعون فيها إيش اللي أنا أبي في شهر رمضان الفضيل من أبنائي أن يتعلمونه، لأن بصراحة هذا الشهر هو مربي، شهر مربي، يعني أنت كأنك يعني جاء لك شخص خبير في التربية. نعم. إنزين دكتورة أول أستاذة، خلنا نتكلم عن تهيئة حق الصيام الأطفال قبل رمضان. الأم شو تسوي إذا كان عندها طفل اللي أول مرة بيصوم، ما عندها أطفال يعني ما عندها خبرة وعندها أطفال غيره أكبر منه، هو الطفل الوحيد وهو اللي بيصوم هالسنة، كيف تهيئة نفسيا قبل رمضان إنزين عشان تتعايش معه؟ لأن بعض اليهال تحصل مزاجهم صعب، ما أقدر أبي أكل أبي أشرب. طبعا أولا لازم تراعي الأم سن الطفل. طبعا إحنا دائما نفضل سن 7 سنوات كما يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، علموهم 7 وضربوهم 10، فسبع سنوات هو سن مناسب للتعليم. طبعا يختلف هنا التعليم، إذا أنا مثلا أبي أبتديه معه لنقول من شهر شعبان، من منتصف شهر شعبان، تقليل ساعات الطعام والشراب، عندك يعني في أمور ثانية فيها تشجيع الطفل من خلال القصص، الحزاوي، الحكاوي عن شهر رمضان الفضيل، استعداد الأسرة ذات نفسها، فرحة الأم والأب. يعني إحنا دائما نركز على الأطعمة والذهاب إلى السوبر ماركت وإيش اللي راح نعده في شهر رمضان من مأكولات شهية، لكن المفروض إن هنا التركيز الروحي المعنوي، التركيز الأسري على هذا الأمر. فلما تبتدي الأم والأب يركزون في الطفل بخصوص عمره، بخصوص كيف يستقبل رمضان، تهيئته النفسية من خلال التشجيع، المكافآت، العطايا، وعلى الأم والأب هنا يركزون مدى قدرة تحمل الطفل. يعني في طفل مثلا ممكن يتحمل يصوم 4 ساعات متواصلة أو 5 ساعات متواصلة. نعم.
إلى أن تتدرج معه حتى يصوم الصيام الكامل. إنزين، إذا بني نتكلم عن ضرورة تفهم الأهل عدم الضغط على الأطفال. إنزين، خصوصاً هو لأول مرة إنه بيصوم. إيش قد مهم إني أنا ما أضغط على ولدي وأقول له لا بتصوم، لا أنطر شوي أنطر شوي. إيش قد يعني يأثر في نفسية الطفل. احنا ما نقول حق الام والاب عليهم ان يراعون ان هذه بدايه لازم تكون محببه، لان البدايه هي اللي ترسخ في ذهن الطفل. فلما تكون محببه مشجعه، بيئه مشجعه، يعني مثلا ماما اذا انت صمت 3 ساعات راح نطلع مع بعض، او انا افضل هنا مش الجانب المادي يكون فيها كمكافاه، هو الجانب المعنوي، الجانب اللي ينمي فيه الجانب الروحي الديني. فلما تجي الام تقول له انا مبسوطه منك، او الاب يقول له مبسوط، مع تعال معي نروح المسجد اليوم انت عجبني، خلنا نروح مثلا مركز دعوي تطوعي، كل هذه الامور تخليها ارض مهده صلبه، ان ايش عشان الطفل هنا يقوى ويحب رمضان ويحب الصيام، ويصبح غرس هذه الأمور الدينية سهل بالنسبة له. تكلمتي عن المكافأة، صح؟ إنزين، قلتي تكون معنوية ولا تكون مادية أكثر؟ أنا أفضلها إنزين. معنوية. إنزين، أثر هذه المكافأة عند الطفل؟ طبعا أثرها جدا عميق. أنت هنا تكافئين طفل، يعني عارفة إحنا دائما تثير عندنا السلوكيات السلبية انتباهنا، لكن السلوكيات الإيجابية ما ننتبه لها ودائما تغفل عنا، مو لأن إحنا نبي نغفل عنها. فلما أنا هذا السلوك الإيجابي أكافئه وأعظمه، كيف يكون في نفسية الطفل؟ راح يكون شيء رائع، هو يحس هنا أنه حقق إنجاز، عمل شيء رائع، عمل شيء له قيمة. مع الوقت راح يستشعرها ويفهمها. صح، وبهاي الشكل يعني من خلال الكلام اللي قلتيه يعني بيعطيه بحمس ان انا خلاص السنه الجايه بصوم رمضان كله، بحاول اني اصوم رمضان كله، واحاول اني اكون مع اهلي في على نفس السفره. في بعض الاطفال ما شاء الله عليهم يضغطون على نفسهم عشان يصومون زياده. صحيح، وهذا اللي عجبني فيهم ارادتهم. صح، وتحملهم. استاذه اميره الاسحاق، خلنا نقول مسؤوله عن ولا اختصاصيه نفسيه في مؤسسه حمد الطبيه، يعطيك الف عافيه على تواجدك معنا اليوم وعلى الكلام الطيب، واكيد لنا قعدات كثيره قبل رمضان وخلال رمضان اكيد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم، طبعا اللي كانت غنيه بالمواضيع المختلفه. ننتظر تواصلكم معنا على مواقعنا المختلفه امامكم اسفل الشاشه. لقانا بكره باذن الله مع مواضيع جديده وفقرات منوعه من الصباح رباح، ومع السلامه.